We will now recite the dua of Abu Hamza Thumali, one of the most beautiful supplications of Imam al-Sajjad alayhi salatu wassalam. Abu Hamza Thumali is the one who has reported this particular dua from Imam al-Sajjad alayhi salatu wassalam, a dua that deals with various aspects, the notion of balance between hope and fear, the notion of life after death, the period of resurrection, the relationship between man and Allah subhanahu wa ta'ala, counting upon the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. It is a beautiful dua that we will insha'Allah ta'ala recite. Imam Khomeini, although we will be reciting this particular supplication tonight in one go so that we can take maximum benefits of the blessings of tonight, but Imam Khomeini in some place mentions that this dua, it is not necessary to recite this particular dua in one go. We need to recite this dua on every night of the holy month of Ramadan, slowly and gradually, passage by passage, every single night, or as many nights as possible. It is a dua that requires pondering. It is a dua that requires reflection. It is a dua that requires you and I to think about it and be able to take in the spiritual meanings of this supplication. And then he mentions that you and I are not in the same state, spiritual state, like Imam alayhi salam, who could have a spiritual sustained state of ecstasy while reciting this particular dua. But at least we can read the meanings of this dua and be able to connect to Allah subhanahu wa ta'ala through this beautiful supplication. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq in the recitation, the reflection, as well as pondering upon the words of this supplication. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولو أنت لم أدري ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني الحمد لله الذي أنادي كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي
الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا واعلموا أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك حوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجب أمور الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدقي وعدك ولجأ إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك الحق ووعدك الصدق وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنني رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا
ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضلي ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوي وكرمه. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربي يناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. أدعوك يا ربي رايبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني، ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلتي حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيب بين ذين وذين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي. يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. وما أنا يا رب وما خطري، حبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. أي ربي جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، فلو اطلع اليوم على ذنب غيرك ما فعلت، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت. لا لأنك أهون الناظرين إلي، وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا ربي خير الساترين، وأحكم الحاكمين، وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب،
علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محاربك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غفار الذنب يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المان يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنية أين صنائعك الزنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان النعمة وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيبا من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا ربي عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا ربي لا يسع وجودك أو أي زمان أطول من عناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن
تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك، وأنت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء، لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك، لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يا ربي هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك، وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك تمعنا. يا ربي إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما، عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا، ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا، فحقق رجاءنا مولانا، فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا، ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك، وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك، فامنن علينا بما أنت أهل، وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك. يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك، نستغفرك اللهم منا ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك
وعظمك وأكرمك مبدئاً ومعيداً. تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي. فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي. اللهم اشغلنا بذكرك واعذنا من سخطك واجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وانعم علينا بفضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك. صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب. وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي. ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية. ولا تسلبني صالح ما نعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك والهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما بقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك
ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، وقربا من مجالس التوابين مجلسي. عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام كاذبين فرضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رف من رحمتك يستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك يا ربي يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا، إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي، أو أن تستزلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي عززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته،
والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي عويت أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيد اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي عطيت على معاصي الجليل الرجل أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها سعى أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك غفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لمعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هوايا وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عسيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن عيد الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فوا سوءة على ما أحصى كتابك من أعمال الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعتي رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنطت عندما تذكرها يا خير من دعا هداع وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الحاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلزلفة لديك فلا توحش استيناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإنا قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا بي دماءهم فادركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فادركنا ما أملنا وثبت رجاك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقي. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائح عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي. أنا لا أنسى يديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله. وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت عمري وقد نزلت منزلة العايسين من خيري. فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهد لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصلاة صالحي بذجعتي. وما لي لأبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. فما لي لأبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياه أبكي لخروج من قبر عريانا دليلا حاملا ثقلي على ظهري. انظر مرتان عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شان غير شاني لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. وجوه يومئذ مسبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا وذلة. سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي. تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب
فلك الحمد على ما نقيت من شرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني. أفبلسان هذا الكال يشكرك، أم بغاية جهدي في عملي أرضيك؟ وما قدر لساني يا ربي في جنب شكرك، وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك؟ إلهي إن جودك بسط عملي، وشكرك قبل عملي. سيدي إليك رغبتي، وإليك رهبتي، وإليك تأميلي، وقد ساقني إليك أملي. وعليك يا واحدي عكفت همتي، وفيما عندك انبسطت رغبتي، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك أنست محبتي، وإليك ألقيت بيدي، وبحبل طاعتك مددت رهبتي. يا مولاي بذكرك عاش قلبي، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سعني، فرق بيني وبين ذنب المانعني من لزوم طاعتك. فإنما أسألك لقديم رجائي فيك، وعظيم الطمع منك الذي أوجبت على نفسك من الرأفة والرحمة. فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا رب العالمين. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي. فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري، وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي ومعولي، ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك حط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك يا ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظلي عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري. فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إنك
كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف اعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف وإن عذبت فمن عدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ظل موقفي واغفر لما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفذ كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائي
فلا تعرض بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء، وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كل ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى. أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهلي حزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأذهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمرا وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش، إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا ممن أتقرب بي في أناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعا ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعتني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولاد والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلت وتنزل في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزل في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعاً
عن من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسوى واقض عني الدين والظلمات والظلمات حتى لا أتأذى بشيء من وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن على النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك راحة والفرج والكرامة اللهم الحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين
وأعني على نفسي بما تعين بي الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسني، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا ربي ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني علي، وتوفني إذا توفيتني علي، وبعثني إذا بعثتني علي، وأبرع قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وعلى آله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي، وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم. إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وعلي ذكري، وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا ربي جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، ونحن ورقاؤك، فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي،
ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغثت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.